السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ازيكم يا شباب؟ النهاردة بقى هنتكلم في الشغل المهم والممتع للفورتيجيت اللي هو البوليسي اند اوبجكتس. يعتبر كل الحاجات اللي فاتت ديت بيزكس او حاجات اساسية في الفاير وول، سواء فورتيجيت او اي فاير وول تاني، والبوليسي برضو في اي فاير وول موجودة، تمام؟ عموما يعني يا جماعة، ان الحاجات اللي بتكون في الفاير وول كلها الكونسبت بتاعتها واحد، لكن شكل الجرافيكال يوزر انترفيس او شكل الانترفيس بيختلف من فورتيجيت لاخر، تمام؟ لكن الهدف في الاخر واحد. دلوقتي هنتكلم في البوليسي. الاي بي فيرجن 4 بوليسي لو حضرتك دخلت عليها هيجيب لك، بيقول لك ان باي ديفولت بيكون في رول متكريته بيقول لك ان الاي دي بتاع رقمها 0، النيم اسمها امبلسيت ديناي، تمام، السورس اول، الديستنيشن اول، اول يعني اي حد، سكادول اللي هو متحدد له تايم مخليها دايما اولوز، السيرفيس اول مش محدد بورتات معينه في السيرفيس، الاكشن ديناي. طيب ده معناه ايه يا باشمهندس؟ ديناي يعني اي حد رايح في اي حته معمول له ديناي، مش هيعرف يروح لاي حاجه ولا يعمل اي حاجه. طيب عايز تكريت رول جديده، هتيجي هنا كرييت نيو. ده الشغل الممتع بقى، هتحس ان انت مستمتع وانت بتعمل الحاجات دي. النيم هتسميها مثلا اللاود، اللاود ويت، تمام. اسمح مثلا anything، allowed anything، اسمح لأي حد. طيب incoming interface، أي حد من اللان رايح للoutgoing interface اللي هو الوان، السورس هتحط يوزر مين؟ مش هكريت يوزر دلوقتي، هقول له all أي يوزر. الديستنيشن هيروح يكلم مين؟ هقول له برضو all، تمام، يعني السورس اي يوزر عندي في اللين رايح يكلم الديستنيشن اي حد بره، تمام. السكادول اولوز خليه دايما باستمرار، مش هحدد له سكادول. السيرفيس مش هخلي له مش هحدد له بورت معين، هقول له all يعني افتح لي كل البورتات. ايه الاكشن اللي هتاخده؟ accept ولا deny؟ هما تو اكشن. لو قلت له deny معناه ان اي حد من اللان للوان، اي سورس رايح يكلم اي destination، اعمل له deny، تمام. قلنا دي باي ديفولت هي موجوده فمش محتاج ان انا كريتها، لكن انا هقول له ايه؟ accept. ليه؟ هعدي الناس كلها الاول وبعدين ابتدي بقى ايه، امسك يوزر يوزر عندي في الشركه وفلتر عليه الدنيا واشوف مين مسموح له ومين مش مسموح له ان هو يعدل الفيسبوك او اليوتيوب او اي حاجه بقى. طبعا حضرتك مش هتعمل الكلام ده من دماغك، انت هتاخد الاجراءات بتاعتك من الاداره العليا وتبتدي تطبق الكلام دوت بناء على الحاجات المطلوبه منك. ليه؟ لان في حاجات في الشركه، مثلا الناس بتوع الماركتينج دول عايزين يسوقوا منتج معين، فبالتالي مش هينفع اقفل عليهم بالسوشيال ميديا، فدول هيكون ليهم ايه يعني صلاحيات ان هم يفتحوا السوشيال ميديا. لكن بقيه الناس في الشركه عندي، الاتش ار او السيلز او الناس ايا كان بقى، الناس اللي هم مش من حقهم يخشوا على السوشيال ميديا، دول هقفل عليهم. ليه؟ علشان مثلا الراجل بتاع السيلز او اي حد مثلا تاني في اي قسم مطلوب منه تارجت معين يحققه لي، انا لو سبته فاتح الفيسبوك او قاعد على السوشيال ميديا عمال يتشات مع اصحابه سايب لي الشغل بتاعه، انا كده بديله مرتب على الفاضي، فلازم اتحكم في النقطه دي، تمام. فانا بقى هبتدي افلتر القصه دي واشوف مين اللي من حقه يروح يفتح الموقع دي ومين من حقه ان هو ما يخشش عليها اصلا، تمام. طيب النت لازم تفعل النت لو انت خارج بره، تمام. طبعا ده CCNA مش محتاج شرح يعني. طيب هنا بيقول لي السكيورتي بروفايل،
عايز بقى تفعل الأنتي فيروس على الناس دي وهي خارجة بره، علشان خاطر تأمن نفسك لو حد خارج لموقع معين، مثلا لو دخل على الفيسبوك والفيسبوك مثلا كان فيروس في حاجة مفيروسة، مش هيفتح معاه مثلا حاجة معينة يقول له ايه this site can't be reached مثلا، او اي حاجة مثلا this site، هيجيب له ان الموقع يعني من الاخر كده مش هيفتح. ليه؟ علشان في حاجة مفيروسة. فلازم تأمن نفسك، تشغل الأنتي فيروس، وكمان تفلتر المواقع اللي هو هيخش عليها. تمام، هو باي ديفولت بيكون في حاجات كده ديفولت، باي ديفولت موجودة، تقدر تعمل انت تفلتر حاجات معينة بإيدك انت. وإن شاء الله ده الشغل اللي جاي اللي هنتكلم فيه يعني بداية من المحاضرة دي يا جماعة، وبعد كده ده الشغل الأساسي للفايروول بقى. تمام، الابليكيشن كنترول تتحكم في الابليكيشن. تمام، هنا كان الويب تتحكم في الويب، لكن هنا الابليكيشن باي ديفولت برضو هو بيكون حاطط لك ان عامل لك حاجات ابليكيشن معينة او فتحها لك. تمام، انت بقى تخش تعمل بقى ايه مثلا مونيتورنج للابليكيشن دوت، او ديناي، او بلوك، ان انت تعمله بلوك او اكسبت، على حسب بقى ايه الصلاحيات اللي انت هتديها لليوزر. الاي بي اس اللي هو الانتروجن بريفنشن سيستم ده بيعمل لك تحليل للترافيك اللي جاي بايت بايت، يعني بيمسك كل بايت ويحللها اذا كانت الباكت دي سليمة ولا لا. تمام، ده الشغل بتاع الانتروجن بريفنشن سيستم. وكمان بيأمن لك النتورك بتاعتك من اي اتاك بيحصل عندك في النتورك بتاعتك. طيب، يبقى اذا ده وده لابد ان افعلهم، يجب علي ان افعلهم في اي بوليسي او اي رول هكريتهم. والويب فلتر هطبق، ابتدي بقى اطبق انا ويب فلتر وابليكيشن كنترول على حسب صلاحيات كل رول، الصلاحيات دي هيكون موجود فيها مين، وهفتح جوه الحاجات دي ايه وهقفل جواها ايه. تمام، عايز بقى تبعت لوجات للترافيك اللي بيحصل، هتفعل الاوبشن ده وتقول له سيكيورتي ايفنت ولا اول سيشن على حسب ما انت عاوز. تمام، وعايز تعمل جنريت للوج لما السيشن تبدأ، هتفعل برضو الاوبشن ده. تمام، عايز تكالتشر الباكت، تفعل برضو الاوبشن. خد بالك اي حاجة، اي فيتشرز بتفعلها على الفورتيجيت زي ما اتفقنا، دي بتاخد من البرفورمانس بتاع الفورتيجيت. فكل ما هتزود الفيتشرز كل ما هتزود حمل على الفورتيجيت بتاعك، فحاول تكون دقيق في التعامل مع الفورتيجيت في اي حاجة هتنفذها. تمام، هنا الكومنت لو عايز تعمل اي كومنت، وتحت بيقول لك enable this policy، لو عايز تفعل البوليسي اللي انت بتكريتها دي هتسيبها متفعلة. لو عايز تكريت الكلام ده وتيجي تقفلها وبحيث ان انت ترجع لها بعدين، ما تشغلهاش دلوقتي يعني، هتقفلها من هنا زي ما انا عملت كده. تمام، هقول له اوكي. انا كده يا جماعة عملت ايه لحد دلوقتي؟ انا عملت سمحت لكل الناس اللي عندي في النتورك ان هي تروح تعمل اي حاجة. تمام، الانتي فيروس علشان مش عندنا اللايسنس فمش مش هيتفاعل معانا، فخلينا نقفله ونقول له ايه اوكي علشان يسيف معانا الكونفيجريشن. طيب، خد بالك في حاجة جوه، انا كده كريت الرول اهيت، بعد ما سيفت قال لي ان النيم بتاعها اسمها allowed anything، وخدت الاي دي رقم واحد، السورس اول، الديستنيشن اول، السكادول اولوز، السيرفيس اول، الاكشن اكسبت، يعني اي حد اسمح له، اي حد رايح في اي حته اسمح له. ومفعلين النت، وكمان السكيورتي بروفايل، عاملين الويب فلتر والابلكيشن كنترول والاي بي اس والبروكسي، مستخدمين الديفولت. بص، لو دخلت جوه هتلاقي حاجة اسمها SSL Inspection، لو نزلت تحت كده بص البروكسي اوبشن، مستخدمين الديفولت. طيب، ال SSL Inspection ده مهم جدا يا جماعة في ان انا اتحكم في
مثلا البرامج زي بتاعة سايفون، أحيانا لما بتطبق البوليسي بتاعة الفورتيجيت وتمنع البروكسي،